صباح الخير اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم سلسله مقراص العراق. حلقتنا اليوم هي الحلقه الثالثه على التوالي في باديه الانبار. معينين نخر محمد الخميس اللي عنده بودي قاعدين نقصقص فيه، وان شاء الله يرزقنا به. خلونا نشوف العرض، خلونا نشوف العرض يا رب، لا تدوم، خلونا نشوف العرض. يلا حياكم حياكم يا رب. اي هذا ابو فيصل وصل، يلا ابو فيصل تقدم تقدم، دوس الشعيب هذا قدامي دوس وانا وجهك. الخليج بعد ياو احمد. لا سبع سيارات هذول احنا. يتوكل. وصله وصله. ترخصوا لي يا الربع. يا رب انا تلفوني ترى الذاكرة انترست. ترخصوا لي اقول لكم. روح روح بالك يا ابو فهد. بس الخير مرخوص. زارة جمعكم هالشكل هاي مبروكة 100%. خبرك منها أنت يا أبو فارس. وجهني رحمة. إجزاء. وجه أبو هيد قدامك بالشيارات قدامك كلش. روح روح بعدي بعدي طرف طرف الشيار. شوف هاد رجعت، شوف هاد رجعت، روح 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 دوه 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 دوه. يا الله يا الله ريش ريش ما شاء الله. دوه 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 دوه. حول 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 حول. عادي عادي. يا الله يا الله يا الله يا الله. ابعدي ابعدي. اوه اوه لا 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 لا. بركة 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 بركة. ما شاء الله يا خطاب، ما شاء الله ما شاء الله يا حطاب، ما شاء الله. ها محمد. اي والله بس لا تعورنا، لا ما تعورنا. استاهل الصيد ابو فهد. استاهل الخير. الله يطول. متبوعة ان شاء الله متبوعة. خرب ها ما شاء الله. البطيخ البري الحضار. شوفوا شوفوا بطيخ بري سبحان الله. وين شايفين بطيخ بري انتم؟ شيخ غازي هسه هد على احباره وان شاء الله تابعينه، ولو هو بعيد علينا لكن نحاول. ما شاء الله ما شاء الله. مبروك مبروك. ناموس ناموس. مبروك الصيد. ما شاء الله. صيد استاهل الصيد.
فتره السيارات تطير الحبال. صافي القاره. اي هاي عسى صيده حلو. ما شاء الله صورتوها من فوق. اي بالله جوازي سلام. اوف اوف اوف. تعال هني تعال هني تعال هني. تليفونك بالسيارة. حاليا صار وقت مضحانة، صايدين 2 الصبح. هذا ابو احمد. الله أكبر، سمع الله لمن حمده. الله. هذا شعيب ومسجله. شعيب شوية مسجله لو هو بسجله ومسجله مسجله ها؟ ايه شعيب ومسجله. شنو قواتي ذني مال منزل ذني والله. والله يا احمد بالساعة مريت لي على طلق يا يابا وقفت عليه وقفت قلت الرعية تبيعها قال لا ما ابيعها. ابو عبد، ابو علي، عصام، ذني الطيارات الثلاثة شينوكات هذنهن شوفوهن. هسه احنا وين بالانبار وذني اجن مرة ثانية. لا تعرض قدامهم ابو فارس، لا تعرض قدامهم. شينوكات اخوان يلا بيعت التليفون. خلص مقناصنا اليوم الثالث، خلص مقناصنا ودعنا ربعنا من اهل الثلوجة الحجاج من بيت العبد، واحنا راجعين للرحالية ويا حجي. تليفوني عندك حجي؟ حجي ما عندك تليفوني عندك؟ يلا سلم عليكم. بما الله بما الله. مثل ما شاهدت خلص مكناصة وإن شاء الله موجهين للرحالية وإن شاء الله مستمرة سلسلة مكناصة العرب. أبو فارس العلم اللاوي لا نريد نروح.